اهلا بيكم معانا في ميدليرن. وسريعا كده، لو عندنا حاله نيومونيا ومعاه السكين ليجن ده نفكر في ايه؟ وعاوزكم عقبال ايه برشف رشفه من فنجان القهوه ده تكونوا ايه كتبتوا الرد او فكرتوا فيه. هنا الرد ببساطه شديده، دي حاله لما نلاقي الريدش ليجنز دهيت وجواها في السنتر ان هو شايفين بيربل اريا كده، دي تيبيكال بتاع حاجه اسمها اريثيما مالتي فورمي اللي بتيجي مع المايكوبلازما نيومونيا. يبقى انا يوم ما الاقي السكين ليجن ده ها مع نيومونيا لازم افكر في ايه؟ مايكوبلازما نيومونيا، ودي ما بتتعالجش ببنسلين لان ما لهاش سيل وول وبالتالي ما بتستجيبش له، محتاجه تترا سايكلين او اريثرومايسين الى اخره. والى اللقاء مع نقطه اخرى سريعه باذن الله.